قد تكون من المحظوظين الذين لم يتعرضوا لإحدى العواصف الرعدية أو الأعاصير، لذا قد تعتقد بأن الطبيعة الأم عادة ما تحافظ على أبنائها، إلا أن الحقيقة عكس ذلك، فكثيرا ما تحول طقسها بشكل وحشي وغريب بشكل لا يصدق. لذلك دعنا نلقي نظرة سويا على أغرب العواصف التي سجلتها الكاميرات على الإطلاق. هل أنت مستعد للفزع؟ حسنا لنبدأ. عاصفة الثلج العملاقة. تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول تضرراً من العواصف الثلجية. مدينة إلباسو من ولاية تكساس تعد مثالاً صارخاً، حيث تكبدت خسائر بنحو 30 مليار دولار إثر الدمار الذي أحدثته بها العواصف الثلجية. تلك العواصف تتكون نتيجة تصاعد الهواء الساخن المصحوب بقطرات الماء إلى أعلى، وبعد الوصول لحوالي 20 ألف قدم أعلى سطح البحر تنخفض درجة حرارته إلى ما يصل إلى 22 فهرنهايت، وهو ما يؤدي لفلترة الهواء وإعادة اندفاعه على الأرض في صورة عواصف ثلجية، منها غير المدمر ومنها المدمر. واحدة من أكبر تلك العواصف وقعت في فيفيان جنوب داكوتا في عام 2010، حيث سجل قطر كرات الثلج المتساقطة 7.87 بوصة، علما بأن قطر كرة البولينج هو 8.5 بوصة، أي أنها تقارب حجم كرة البولينج. وبالنظر لكونها تسقط بسرعة تتجاوز 100 ميل في الساعة، فنحن نتحدث عن مدافع تطلق من السماء قذائف مدمرة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. عاصفة سيبيريا المفاجئة. في 12 من يوليو لعام 2014 كان سكان مدينة نوفا سوبرسيك السيبيرية يستمتعون بيوم دافئ على شاطئ المدينة، وفي غضون جزء من الثانية تعرضوا للقذف من قبل عاصفة ثلجية مرعبة تساقط من خلالها كرات ثلج بحجم كرات الجولف. المدهش أنه في غضون ثوان معدودة انتهت العاصفة وعاد الطقس حارا كما كان، وقد تبين أن سبب تلك العاصفة العابرة هو قدوم رياح باردة من القطب الشمالي اختلطت بالهواء الدافئ. الجيد في الأمر أنه لم يتعرض أي شخص لأذى وأكملوا نزهتهم المصيفية دون أي مشاكل. العواصف الرعدية الأفقية. من المعروف عن البرق أنه يضرب الأرض بشكل رأسي، بمعنى أن الموجة الرعدية تتولد من السماء وتسقط على الأرض بشكل رأسي، ولكن تلك العواصف الرعدية الأفقية تبدو كما لو كانت خطوط عنكبوت تتمدد في السماء بشكل أفقي دون أن تضرب الأرض. ولكن كيف تتكون تلك العواصف الفريدة؟ الأمر هو أن البرق عبارة عن قنوات من الهواء المتأين يحمل التيار الكهربائي بين منطقتين مختلفتين في الشحنة، ولكن تلك العواصف تتولد على ارتفاع 36 ألف قدم، أي في طبقة التروبوسفير من الأرض، لذا فكلما حاولت الهبوط لأسفل ترتفع أكثر وصولا إلى طبقة التروبوبوز، وبالتالي تبدأ بالانتشار بشكل أفقي كما ترى بالمقطع. العاصفة الذرية. في 18 من يوليو عام 2016 تكونت صورة تشبه سحابة الفطر التي تكونها القنابل الذرية في سماء أريزونا، لكن لحسن الحظ هذه لم تكن بداية الحرب العالمية الثالثة. تلك الظاهرة ما هي إلا عاصفة تتكون في أقل من ساعة ينتج عنها موجات من الأمطار هائلة الحجم والسرعة، بحيث يصل قطرها أكثر من 1.42 بوصة وسرعتها تصل إلى 130 ميلا في الساعة. لحسن الحظ أن تلك الظاهرة لا تتكرر سوى كل 10 أعوام على الأقل، ولكن كيف تحدث بالأساس؟ في البداية تتشكل عاصفة رعدية فتدخل الأمطار في تيارات الهواء الجاف الساخن فيتبخر ويبرد، وبهذا تبدأ الأمطار في الهطول بتسارع متزايد، ولأن كثافة الهواء البارد أعلى من الساخن فيثقب العاصفة ويبدأ عمود الهواء يندفع لأسفل، وعندما يصل للأرض يتحرك أفقيا مكونا تلك الدائرة المحيطة بقاعدة العمود. حسنا الآن أدركت أهمية الشماسي. العاصفة الجليدية. لا، أنا هنا لا أتحدث عن العواصف التي تتساقط معها كرات الثلج ثم تذوب بعد فترة وجيزة من تساقطها، ولكن العكس. انظر إلى تلك الصورة الملتقطة لإحدى مدن كندا في عام 2013 والتي تبدو طبيعية للوهلة الأولى. حسناً، انظر ثانية. ألا تلاحظ أن تلك الشجرة على يمين الصورة أغصانها مغطاة بالجليد المجمد الثقيل لدرجة أن الشجرة تبدأ بالسقوط نحو الأرض؟
الطريف أنه بمجرد ذوبان ذلك الجليد تبدأ الأشجار بالانبعاث الذاتي والعودة للحياة مجدداً وكأن شيئاً لم يكن. في الواقع تلك الظاهرة تعرف باسم التبريد الفائق لقطرات المطر، حيث أن تلك الأمطار تتساقط في البداية كقطرات ماء عادية، إلا أنه بمجرد وصولها لسطح الأرض في أماكن درجات الحرارة فيها منخفضة للغاية تتجمد قطرات المطر أينما تساقطت، وبالتالي تكون طبقات من الجليد الثقيل الذي قد يؤدي لتوقف مدن بأكملها. بعد فترة وجيزة ومع ارتفاع درجات الحرارة يبدأ الجليد بالانصهار وتعود الحياة كما كانت من قبل. المطر الدم. في عام 2001 شهدت ولاية كيرالا الهندية حدثا لم يكن مألوفا من قبل، السماء تمطر دم. في الواقع لم يكن دما بالفعل، ولكنها كانت أمطارا حمراء. رجح العلماء في البداية أنها تكونت من اتحاد الكربون مع الأكسجين، إلا أن الأمر دام لغزا لمدة 10 سنوات. أخيرا وفي عام 2011 أكد العلماء أن السبب في تلون الماء بذلك اللون هو تكاثر لنوع من الطحالب التي انتقلت عبر رياح باردة أتت من النمسا. في يوليو 2018 تكررت نفس الظاهرة ولكن في روسيا، حيث التقطت الكاميرات مطرا يهطل من السماء باللون الأحمر. بركان البرق. تلك اللقطات لعاصفة جوشوا بوفاديلا الرعدية البركانية التي نتجت من ثوران بركان تال في الفلبين في يناير لعام 2020، حيث تم إطلاق جسيمات الرماد بشكل متفجر لتصطدم في الهواء وتبدأ بتوليد الكهرباء الساكنة من خلال عملية تعرف باسم شحن الجليد، حيث تصبح الغيوم التي تحتوي على الماء مكهربة فتعمل الانفجارات البركانية على نفس المبدأ. كما وجدت الدراسات أنه يمكن الحصول عليها من الصهارة لأن التيار الصاعد الساخن يسحب البراكين إلى ارتفاع التجمد في الغلاف الجوي. يتشكل الجليد من بخار الماء ويزيد بشكل كبير من نشاط البرق، مما يجعله بالتأكيد كابوسا مروعا. أما العواصف الرعدية الخارقة هي الأندر والأكثر خطورة، فكما ترون في هذه اللقطات المأخوذة من عاصفة كولورادو من عام 2015 أن ما يميزه هو وجود التحديث الدائري المستمر، هذا الذي يمكن أن يحدث دمارا بسبب الرياح المنطلقة منه بسرعة 70 ميلا في الساعة، وكذلك موجات برق بقطر 2 بوصة بجانب تشكيل بعض الأعاصير الرهيبة. والآن أخبرني، هل سبق ورأيت واحدة من تلك العواصف المروعة عن قرب من قبل؟ لا تنسى إخباري في قسم التعليقات. أراك في الفيديو القادم. إلى اللقاء.